بعد تلقيه طلبا من الادعاء العامة. القضاء يبشر بالتحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي. في ظل التوترات السياسية، الكرد يطلبون مهلة لحسم أزمة الرئاسة، والإطار يجتمع لحسم رئاسة الوزراء. الأهوار تودع مياهها بالتزامن مع ذكرى انضمامها إلى اليونسكو، ومطالبة بتأسيس مجلس للتفاوض مع دول المنبع. تراجع طفيف بإصابات كورونا في العراق، والكوليرا تدق ناقوس الخطر بمحافظة كركوك. العاشرة صباحا بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى هذه النشرة الصباحية، ونبدأها من التسجيلات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، والتي شغلت الشارع وأثارت موجة من الجدل، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق بالتسريبات الصوتية. بيان للمركز الإعلامي في المجلس ذكر أن محكمة تحقيق الكرخة تلقت طلبا مقدما من الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات المسربة، مؤكدا أن التحقيقات الأصولية تجري الآن وفقا للقانون. هزة عنيفة تعرضت لها العملية السياسية بالتزامن مع التسريبات الصوتية المزعومة انتسابها لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، في توقيت حساس أثار العديد من الاستفهامات حول تأثيراته على المشهد العام في البلاد. تفكيك النظام السياسي من الداخل بوساطة إشعال فتيل الفتنة أو النفخ بالرماد إن شئت قل. هكذا عبر المسؤول عن التسريبات الصوتية المزعوم نسبتها إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، مبررا فعله بواحدة من السلوكيات المعارضاتية ضد النظام السياسي الحالي. تسجيلات يبدو أنها أخذت رواجا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لما لها من خطورة بالغة على المشهد العام في البلاد. 5 أجزاء لم يتجاوز طول واحدها 5 دقائق، تعود كلها لا أصلا فيديوي، يقول المسؤول عن نشرها أنه يتجاوز 48 دقيقة. حركت مياه الفتنة ووسعت الشرخ بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والمالكي. التسجيلات الصوتية قبل أن تأخذ مساحتها بادر المالكي إلى نفيها، وأكد أنها مفبركة ومصنوعة للإطاحة بين الإخوة، إلا أن النفي ربما لم يكن كافيا بالنسبة لزعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر الذي طالب في تغريدة له حزب الدعوة للتبرؤ من التصريحات المنسوبة للمالكي، داعيا العشائر إلى التدخل لإيقاف فتنة يقول الصدر أنها ستأتي على الأخضر واليابس فيما لو اتسعت شرارتها وحمت جمرتها. القضاء العراقي وفي تدخل عاجل لاحتواء الأزمة أعلن أن هناك تحقيقا موازيا فتح للتأكد من التسريبات الصوتية وعائديتها ومحاسبة المروجين لهذه التسريبات التي ستعمد إلى إدخال البلاد بحمام من الدم يصعب إيقافه أو السيطرة عليه. وبالتزامن مع إعلان القضاء عن تحقيقه، دعت عشائر المالكي عدم زجها بالصراعات السياسية أو عمليات تصفية الحسابات البينية التي تنشط بين القوى السياسية المتنافسة. وبالتزامن مع تهديدات الجهات التي سربت التسجيلات الصوتية المزعومة واستكمال سلسلة النشر هذه، تطرح التساؤلات عن مدى تأثير هذه المنشورات على المشهد السياسي وحجم تداعياتها، سواء عن المالكي وائتلافه في العملية السياسية أو التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر. إلى الحراك السياسي، قرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال 24 ساعة لاختيار رئيس الوزراء،
مصدر سياسي ذكر أن اجتماع الإطار أمس انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة، وأضاف أن رئيسي تحالف الفتح هادي العامري وائتلاف دولة القانون نور المالكي قد أبديا مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد. هذا وكشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي عن تقديم القوى الكردستانية طلبا لتمديد مهلة اختيار مرشح رئيس الجمهورية. وقال العتبي أن القوى الكردستانية طلبت الإطار التنسيقي بتمديد مهلة اختيار الرئيس لنهاية الأسبوع الجاري من أجل التوافق على اسم المرشح، مؤكدا بأن الإطار وافق على طلبهم. أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي أمرلي أن الإطار التنسيقي ينتظر حسم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية. وقال أمرلي أن قوى الإطار متفقة على اختيار شخصية قوية لرئاسة الوزراء قادرة على عبور المرحلة المقبلة والحفاظ على سيادة البلاد، مشيرا إلى أن الإطار ينتظر حصول توافق كردي كردية خلال اليومين المقبلين، حتى بعدها يتم إعلان تسمية مرشح الإطار لرئاسة الوزراء بشكل رسمي. نفى صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير القائد تواصل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن دعم الأخير لرئاسة الوزراء. ونشر العراقي على صفحته في الفيسبوك عبارة مفادها بأن الأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء والتي أشارت إلى دعم السيد الصدر للعامري بشأن توليه رئاسة الحكومة الجديدة عارية عن الصحة. كلما لاح منها توافق عادت إلى نقطة البدء وتشتتت الأطراف. مفاوضات القوى السياسية ورغم كثافتها إلا أنها لا تزال عاجزة عن جمع أقطاب الجدل الكردي ومكونات البيت الشيعي حول وجهة نظر واحدة تسرع عملية حرق المراحل نحو تشكيل الحكومة المقبلة. بترقب وتوجس واضح تنظر مختلف الأوساط حراك القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد اجتماع قادة الكتل مؤخرا في مجلس النواب لحسم مناصب الرئاسات. مباحثات ومع استمرارها إلا إنها لم تصل حتى الآن صوب ضفاف التوافق. يعني تأثير الفراق السياسي لا زال مستمر حتى على المؤسسة التشريعية، وبالتالي لا مقاوم لإنجاز كبير في عملية التقارب وجهات نظر. السلطة التنفيذية تنتظر اتفاق الإرادات السياسية خارج السلطة التشريعية، وبالتالي تأتي القوى السياسية بورقة عمل مشتركة. وأعتقد اليوم الهيئة الرئاسة ودعوة رئيس مجلس النواب إلى اجتماع قريب للكتل السياسية، هذا دليل على اختيار رؤساء الكتل السياسية، على أيضا وجود نوع من مبادرة التقارب ما بين القوى السياسية. ومثل حراك القوى السياسية في بغداد ينطلق الحزبان الكرديان بحسب ما تبينه المصادر المقربة بحراك مشابه على أمل الوصول لمرشح تسوية ينهي جدلية رئاسة الجمهورية. وفي حال العكس فإن المؤشرات تذهب باتجاه مرشح الاتحاد الوطني بحسب قربه من الإطار. نعم، هذا بالتأكيد، لأن الاتحاد الوطني هو أقرب للإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي الآن هو متصدي لعملية تشكيل الحكومة القادمة. لذلك أعتقد من البديهي أو الطبيعي يكون مرشح الاتحاد الوطني هو الأقرب لنيل رئاسة الجمهورية للدورة الحالية. هذا وينتظر من القوى السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي أن تطرح مرشحها لمنصب رئيس الوزراء لتولي زمام المرحلة المقبلة في خضم الأسماء المطروحة إعلاميا. ومن المزمع أن يعقد رؤساء الكتل اجتماعا مهما نهاية الأسبوع الحالي ستتضح من خلاله المواقف النهائية من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.
أطاحت الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة الرابعة بأربعة إرهابيين كانوا مع داعش في جبل قراتشوغ بمحافظة كركوك. وذكر بيان للاستخبارات أنه بعملية نوعية واستباقية تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بكمين نصب لهم في قرية الصباغية بالزاب الأسفل التابعة لقضاء الحويجة في كركوك. البيان أشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين كانوا من عناصر داعش التي تتمرس في جبال قراتشوغ وتنفذ عمليات إرهابية، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. سعيا منها لدحر فلول الإرهاب ولبسط سيطرتها على سلسلة جبال قراتشوغ، بشرت القوات الأمنية بالمرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة مدعومة بسلاح الجو وطيران الجيش العراقي، إضافة إلى قطعات من البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب. بمشاركة صنوف متعددة من الأجهزة الأمنية والبيشمركة وبدعم استخباري وجوي، تواصل القوات المشتركة ملاحقة العصابات الإرهابية المتحصنة في سلسلة جبال قراتشوغ ذات الجغرافية الوعرة، والتي تتخذها تلك الجماعات ملاذا آمنا ومنطلقا لشن هجمات تستهدف العناصر الأمنية والمدنية. عمليات الإرادة الصلبة لمطاردة الإرهابيين انطلقت بهدف استئصال الوجود الداعشي في تلك الجبال الواسعة وتأمينها بشكل تام رغم صعوبة المهمة والحاجة لمزيد من القوات النخبوية لمسك الأرض ومنع أي موطئ قدم قد تستغله تلك الجماعات لتنفيذ أجندتها الإجرامية. خبراء أمنيون يرون أن الفعاليات الأمنية لملاحقة فلول داعش لا تزال بحاجة لمزيد من التطوير والتدريب والاعتماد على الجهود الاستخبارية والضربات الجوية الدقيقة بهدف تحطيم أي محاولة إرهابية لإنشاء معاقل أو أوكار هناك. الإرادة الصلبة وبعد دك مراحلها الأولى والثانية والثالثة لفلول الإرهاب في صحراء الأنبار وديالة وسامراء، ورغم اختلاف تضاريس السلسلة الجبلية في قراتشوغ في قضاء مخمورة والتي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها، إلا أنه من المؤمل أن تخرج العملية بنتائج كبيرة كسابقاتها. تفرض تجارة المخدرات نفسها على محافظة بابل كطريق أساسا لرواج هذه التجارة. عمليات أمنية وتحركات أسهمت في القبض على العديد من المتهمين، إلا أن هذه الآفة لا تزال يتسع رواجها، الأمر الذي يحتاج إلى تحركات أكثر جدية. آفة جديدة تفرض سيطرتها، المخدرات العدو الأكثر تأثيرا على الإنسان. يبدأ الشرطي هنا بالبحث عن المخدرات أو ممنوعات أخرى في نقطة تفتيش للوافدين على مدينة الحلة، ساعيا بحثا عن تجار هذه المادة. الجهود أثمرت عن إلقاء القبض على تاجر بحوزته أكثر من 2000 حبة من المواد المخدرة. وأغلب المخدرات اللي بابل تقريبا هي التعاطي وليس المتاجرة، من خلال المارة المحافظات الجنوبية والوسط عن طريق سيطرات بابل، وآخرها إلقاء قبض على أحد التجار في أحد المزارع قبل تقريبا يومين. هذا التاجر ما يقارب 2600 حبة مخدرة، تم اتخاذ إجراءات القانونية بحقه وحتى للقضاء. عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي أكدت استعدادها لمحاربة انتشار هذه المادة، مؤكدين التعاون الاستخباراتي مع بقية القوات الأمنية بتشكيل مديرية تعنى بملاحقة تجار هذه المادة. تشكل مديرية خاصة بالمخدرات، وترى للحشد الشعبي سيكون الباع الكبير والطويل على إنهاء هذه المخدرات والوقوف على
مصادر مدها وتجارها، فعلينا أن نتعاون الجميع كشعب سادة ومشايخ وأجهزة أمنية من أجل الحصر والعمل الكبير أمنيا واستخباريا وعشائريا من أجل أنه نحصر هذه المادة. وتعد بابل معبرا للمحافظات الجنوبية من بغداد، مما يتطلب جهدا واسعا من قبل القوات الأمنية في نقاط التفتيش للحد من انتشار الاتجار بالمخدرات. وتكثف القوات الأمنية واجباتها لملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض على تجار المخدرات، وخصوصا في محافظة الفرات الأوسط كونها ذات أهمية كبيرة فضلا عن موقعها في وسط البلد. زيد الشهي، برابعة، بابل. أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم انطلاق حملة للحد من التجاوزات على الحصص المائية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه القوات الأمنية بدعم ملكات وزارة الموارد المائية وحمايتها من الاعتداءات. الموارد المائية مشكورة تقود حملة مهمة للحد والقضاء على التجاوزات على الحصص المائية. هذه معضلة تربك عمل الوزارة في تقديم المياه على نحو عادل لمناطق العراق جميعها، ولذلك هي تقود حملة للحد من هذه التجاوزات، وفي أثناء هذه الحملة تتعرض لاعتداءات كثيرة، ولذلك كان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء للقوات الأمنية بتقديم الدعم اللازم لكوادر وزارة الموارد المائية في هذه الحملة، وكان هناك أيضا تأكيد على ملاحقة أحد المجرمين الذي اعتدى بطلق ناري على أحد كوادر هذه الوزارة وهي تؤدي عملها في محافظة واسط. بالتزامن مع الذكرى السنوية 6 لانضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمي، دعا عضو لجنة الأهوار والآثار في محافظة ذي قار بديع الخيون الحكومتين المحلية والمركزية إلى إعلان الأهوار منطقة منكوبة. وقال الخيون أن الأوضاع في الأهوار سيئة جدا وتواجه أزمة كبيرة، وهي حاليا تسير باتجاه مخيف، لافتا إلى أن الأنهر المغذية للأهوار تشهد انخفاضا كبيرا جدا بمناسيب المياه، ما أدى إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي ونفوق الأسماك والكائنات الحية وهجرة العديد من القرى. في السياق، طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية بتأسيس مجلس أعلى للتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية. وقال مستشار اللجنة عادل المختار أن لجنته طالبت بتأسيس مجلس زراعي ليكون تحت إشراف رئاسة الوزراء مهمته التفاوض مع كل من تركيا وإيران بشأن الواردات المائية، واتهم وزارتي الزراعة والموارد بهدر المياه وعدم ترشيد استخدامها فضلا عن سوء الإدارة. هذا وظهر رجل من محافظة نجف الأشرف في مقطع فيديوي وهو يتحدث عن حال أهوار العراق والتي ضرب الجفاف بعضها. وقال المتحدث والذي يدعى أبو زين العابدين الحسناوي أن الناس هاجرت والمواشي نفقت والأهوار تحولت إلى صحراء، وقد تكون هناك هجرة بسبب الجفاف. نحن الآن لسنا في الصحراء كما تشاهدون، نحن الآن في هرب النجم من أكبر الأهوار في المحافظات وسط العراق. شوفوا المأساة والكارثة الحقيقية، كما تشاهدون أكثر من 50,000 دونم مساحة هرب النجم عبارة عن صحراء. منذ أيام أو أشهر طويلة لم يأتي الماء نهائيا، 4-5 شطوط يابسة اللي ذبب هرب النجم. شاهدوا الكارثة، الجاموس مات، الغنم مات، الأبقار الهوش ماتت، الناس هاجرت إلى المناطق الريفية في المراكز المدن، ناحية القادسية، ناحية الحرية، ناحية العباسية، ناحية النور،
ناحية الحيدرية كلها مهددة مثل هارب النجم. هيك تصير يعني أكثر من 500,000 مواطن نجفي راح يطلع على مركز المدينة هجرة، جوع، عطش. معظم هاي الشطوط اللي عددت لكم إياها وهاي المناطق، هاي الناس عايشة مو من شطوط كبيرة، هاي الناس عايشة على شطوط صغيرة وتسحب المياه من مشاريع الحكومية. صحيا، سجلت وزارة الصحة تراجعا طفيفا بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. بيان للوزارة ذكر أن مختبراتها سجلت 3831 إصابة جديدة بالفيروس فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة. البيان أشار أيضا إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 3527 حالة. الكوليرا تدق ناقوس الخطر في كركوك بعد أن رفعت الحمى النزيفية من إجراءات المؤسسة الصحية الوقائية تحد آثار العديد من علامات الاستفهام حول مدى قدرة هذه المؤسسة على مواجهة هذين الوبائين. لم تخرج محافظة كركوك من أزمة الحمى النزيفية وفيروس كورونا حتى دخل القطاع الصحي بحالة استنفار بعد انتشار مرض الكوليرا، بعد أن سجلت مستشفيات المدينة قرابة 100 حالة مصابة وتسجيل حالتي وفاة. لا يخفى عليكم هناك زيادة في عدد الإصابات في الكوليرا، حتى اللحظة كركوك سجلت حالتي وفاة وعدد من الحالات الأخرى، لكن أغلب الحالات هي حالات مستقرة ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي ويتابعون من قبل الفرق الطبية والصحية وعلى الموزعين على جميع قطاعات كركوك، في قطاع كركوك الأول والثاني وقطاعي داقوق. قسم الأمراض الانتقالية في صحة كركوك شخصت أسباب سرعة انتشار الوباء بأنه نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية التي سمحت بزيادة أعداد الإصابات. ايضا المياه اللي يتم ايصالها للبيوت ايضا يتم حاليا الزياده على التركيز انتباه انه نسبه الكلور ونسبه العكوره ايش قد بالمي، فهذا جدا مهم يعني. فهذه الاجراءات ايضا بالنسبه للتوعيه، شغل تعزيز الصحه ايضا، توعيه دار صحه كركوك للمواطنين بالغسل الفواكه، غسل الاكل، التاكد من نظافه اليدين، التاكد من المياه المعقمه. ثبوت اصابه المريض بحالات الكوليرا يتم احالتها الى مستشفى شفاء 14، او في بعض الاحيان يتم ابقائها في داخل مستشفى كركوك العام عند معاناه المريض من حاله مرضيه اخرى تستوجب تقديم الخدمة أو تستوجب التداخل من اختصاصات أخرى. ويعد الكوليرا من الأمراض الخطيرة التي أصبحت تهدد الواقع الصحي في العراق، فالنسب تشير إلى سرعة انتشاره بين الفئات العمرية دون 15. الكوليرا تصل إلى كركوك سيما بعد تفشيها في المحافظات المحاذية، وهذا يدق ناقوس الخطر، أمر الذي استدعى استنفار القطاع الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس ما بين المواطنين. من مدينة كركوك، حيدر الربيعي، الرابعة. تشهد البلاد ارتفاعا بعدد الحوادث المرورية وضحاياها في وقت متزامن مع تهالك معظم الطرق أو تداعي بنائها التحتية، وهو ما يحتاج إلى تحركات على أكثر من مستوى لتدارك هذا التزايد. في وزارة الصحة وبحضور مديريتي المرور والطرق والجسور عقد مؤتمر خاص بالحوادث المرورية التي تعرض لها المواطنون وبعض أفراد القطاع الصحي، وأولهم سائقو مركبات الإسعاف الأولية، كون هذه الفئة تستخدم عملية تنقل بالسرعة القصوى في محاولة لإيصال الحالات المرضية بصورة سريعة للمستشفيات وإنقاذ المرضى. وتشهد البلاد ارتفاعا كبيرا بعدد الحوادث المرورية مع الزخم الكبير في عدد المركبات وغياب التخطيط وعوامل استيعاب هذه الزيادة الهائلة للمركبات في البلاد وبأنواعها. كان اليوم عرض شفاف، عرض واضح، تكلمنا عن الإيجابيات والسلبيات. موضوع حوادث الطرق والسير هو تهديد خطير على مؤسساتنا. إحصائية
لأعداد الحوادث المسجلة في العام 2021 تقريبا أكثر من 200 ألف إصابة مختلفة، وأيضا ما لا يقل عن 12,300 حالة وفاة على الأقل، هاي شاملة أيضا لحالات الإصابة يعني بحوادث السير والمرور. التقرير اللي عرضناه أمام حضراتكم هو التقرير السنوي لرصد الإصابات الخارجية العراقي عام 2001، وظهر من خلاله أن إصابات المرور تأتي بالدرجة الأولى حوادث السير، والإصابات الأخرى تأتي تباعا مع تناقص واضح في الإصابات والحوادث الإرهابية. وتسعى مديرية المرور العام بالتعاون مع مديرية الطرق والجسور لتقديم رؤيتها الكاملة لتحسين حال الطرق وتحديد أبرز الاحتياجات الضرورية للحد من الحوادث المرورية والتي تزداد مخلفة الآلاف من الإصابات الخطرة للمواطنين، فضلا عن تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات جراء تلك الحوادث. تعرفون يعني الطرقات تحتاج إلى تعبيد جديد، أيضا توسعة، تحتاج إلى أثاث للطرقات من قبل إخواننا طرق الجسور، وكذلك أمانة بغداد، وكذلك محافظة بغداد. أيضا السيد المحافظ وعدنا أن تكون هناك المداخل تكون نموذجية، وننتظر إن شاء الله الخير قادم بإذن الله تعالى عن قريب العاجل. صفتي ممثل عن دائرة صحة بابل، تصير عندنا الحوادث بنسبة كبيرة وخاصة على الطريق السريع، لأنه محافظة بابل هي المنفذ الرئيسي للمحافظات الجنوبية الأخرى. الطريق السريع صراحة يحتاج اهتمام خاص به من قبل كافة الوزارات، من حيث وضع كاميرات لتحديد السرعة، تحسين نوعية الطريق. وتتحدث الجهات المعنية عن أن عام 2021 قد رصد فيه أكثر من 150 ألف إصابة جراء الحوادث المرورية وحوادث أخرى شهدتها البلاد، والأسباب مختلفة. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. بعد 8 أشهر من احتجاجات بحت فيها الأصوات المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية، أقدم العشرة من المهندسين على غلق بوابة شركة نفط البصرة في خطوة تصعيدية ضاغطة. 8 أشهر يقفون تحت أشعة شمس البصرة اللاهبة منادين بالتعيين ولا أحد يسمع لهم، فقرروا غلق بوابة شركة نفط البصرة معبرين عن غضبهم. العشرات من المهندسين يلوحون بالعصيان المدني. مظاهراتنا مستمرة طبعا من فترة طويلة، بدت يعني صارنا فترة طويلة ماكو استجابة من جميع النواب، من جميع المسؤولين، لا حكومة محلية، لا مجلس وزراء، لا وزير نفط. اليوم البصرة عاصمة الاقتصاد العراقية، اليوم احنا بلد نفطي واحنا مجموعة مهندسين كل اختصاصاتنا نفطية، لا اكو استجابة من احد، لا اجى احد قال شنو وضعكم، اللي شنو مطالبكم، شنو تردونه. والله صارنا الظاهر يعني من فترة كلش طويلة وماكو اي استجابة ولا واحد معبرنا، لا نواب لا مدراء لا هاي، وقاعد نشوف احنا وضعيتنا بالشمس قاعدين، ما حد قاعد يحقق مطالبنا. كل ما نحكي كل ما نقول نروح نجي، هسه حاليا حتى يعني منسقين قاعد يطلعون يرحون بغداد يجون منها، هاي ماكو، متجاهليننا. بعد تكرار تظاهراتهم لمرات كثيرة، المتظاهرون يتحدثون عن خطواتهم التصعيدية القادمة في حال عدم الاستجابة. هذه الخطوات تتمثل بغلق الحقول النفطية والوقوف بوجه الشركات الأجنبية وإعلان الاعتصام المفتوح. إحنا وقفتنا هنا وقفات احتجاجية فقط، وجاي نبدي بالتصعيد، يعني لا يخلونا نوصل يعني نسد الشركات الأجنبية ونتجه للحقول النفطية. إذا استمرت هيك ماكو استجابة إحنا راح نبقى هنا، وحتى تصعيد نسوي خطوات تصعيدية أخرى. هسه إحنا اليوم هنا سادين هذا الباب مال الماكينة وماكو استجابة، يا ريت أكو استجابة، يعني نوقف تحرقنا الشمس ومتأذين وما جاي نلقى أي واحد يقول خلينا أشوفهم شنو مطالبهم. بين النساء والرجال جميعهم بكلمة واحدة، إنه لا عودة حتى تحقيق المطالب وإخضاع وزير النفط الذي لا يزال في صمت مطبق تجاه مطالبهم. أوصدوا أبواب الشركة بعد 8 أشهر من التظاهر ملوحين بإجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، تتمثل بغلق الحقول النفطية والوقوف بوجه الشركة الأجنبية. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.
أكثر من 8 أعوام انقضت على تفجيره من قبل الجماعة الظلامية، ولا يزال جامع النبي يونس عليه السلام في نينوى يفتقر لأي تحرك حكومي يعيد إليه رونقه، فأثار الدمار لا تزال شاخصة على هذا المعلم المصلي. يقبع جامع النبي يونس عليه السلام بلا أي تحرك للإعمار رغم مرور 8 أعوام على تفجيره من قبل عصابات داعش، وما زالت آثار تفجيره شاخصة للعيان دون تحرك من الجهات المعنية بإعمار الجامع والمرقد. النبي يونس عليه السلام باقي هو هنا موجود، لأن تعرف مرت عليه مراحل يعني، ومن راح بالحوت ورجع، من رجع بقى لسه موجود بالسرداب جوه، مكتوب يعني على والناس ماله نبي الله يونس بن متى عليه السلام. ويقع جامع النبي يونس على تل التوبة شرقي المدينة في منطقة كانت تسمى تاريخيا بقرية نينوى، ثم عادت لاحقا لتحمل اسم الجامع الذي بني على تلك التلة، وبحسب مؤرخين قد شيد في العهد العباسي عام 279 هجريا. النبي يونس الآن احنا من تلة النبي يونس، النبي يونس من أقدم الحضارات في الموصل، وكانت من أجمل، وهسه هي أجمل المكان اللي احنا به، ولكن نعنت الله على داعش دحشون فلشوا. جينا نزور النبي يونس، يعتبر مقام أثري لأهالي الموصل، لقينا تفاجأنا مسدود المقام، ماكو أي عمارة أو تصليح به، ردنا ندخل ممنوع الدخول، كاتبين قطعة بالباب ما قدرنا ندخل. احنا اليوم جينا يعني خاصة على مرقد النبي يونس عليه السلام، وتفاجأنا بأنه لحد الآن ماكو أي عمار على الخراب القديم، على الرغم من التحرير اللي صار لأربع أو أكثر 5 سنوات. ويعتبر جامع النبي يونس أحد أقدس أماكن التعبد لدى أهالي الموصل والمحافظات الأخرى، وكان يحظى بمكانة خاصة لدى الأهالي، إذ كانوا يقدمون النذور والقرابين في الضريح تقربا إلى الله تعالى، ويرتاده الزوار من مختلف المدن. جامع ومرقد النبي يونس عليه السلام ينتظر الموصليون بشوق لإعادة إعماره ورؤيته شاخصا من جديد، ولكن لحد يومنا هذا كما ترون الدمار والخراب شاخصان. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. قبل ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. بعد تلقيه طلبا من الادعاء العام، القضاء يباشر بالتحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة للملكي. في ظل التوترات السياسية، الكرد يطلبون مهلة لحسم أزمة الرئاسة، والإطار يجتمع لحسم رئاسة الوزراء. الأهوار تودع مياهها بالتزامن مع ذكرى انضمامها إلى اليونسكو، ومطالبة بتأسيس مجلس للتفاوض مع دول المنبع. تراجع طفيف بإصابات كورونا في العراق، والكوليرا تدق ناقوس الخطر بمحافظة كركوك. النشرة انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.